بالسياحة، ولذلك جاءت الرؤية الاستراتيجية لمجلس الجماعة في برنامج عمله لولايته الامتدادية الحالية لتكرس هذا التوجه وترسم خارطة طريق أحد أهم مرتكزاته الأساسية الاستناد على السياحة الثقافية. إن المركب الثقافي ليكسوس ببابحة الذي يحتضننا اليوم والذي تم تشييده في هذا الموقع الرائع المطل على ليكسوس الضارب آلاف السنين في التاريخ والمقابل للمدينة العتيقة وكأنه الرابط بين الماضي العريق والمستقبل المشرق والمشرف أيضا على البحر في دلالة على الانفتاح والشاهد على كل الحضارات والشعوب التي مرت به هنا. هو أحد المنجزات الثقافية الهامة التي تستحقها مدينة العرائش ولطالما حلمت ساكنتها بإنجازه، ولذلك تأتي مناسبة تدشيني لتكون فرصة سانحة لتقديم الشكر الجزيل لجميع المتدخلين والمساهمين والقائمين على إخراج هذا الصحي الثقافي الرائد وفي ريادة القائمة وزارة الشباب والثقافة والتواصل التي ما فتئت تلتفت إلى مدينتنا وتجعل منها أولوية في عدد من برامجها الوطنية، وذلك عبر توقيع عديد من الاتفاقيات الهامة وأيضا التي تجمعنا أيضا بمجموعة من الوزارات مشهورة سواء منها وزارة التجهيز والماء، وزارة الإسكان، وزارة إعداد التراث الوطني والإسكان وسياسة المدينة، ومؤخرا وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني في مشاريع رائدة سوف تنور نورا في المستقبل القريب. أيها السيدات والسادة، أيها الحضور الكريم، كل الشكر والتقدير للسيد وزير الشباب والثقافة والتواصل على كل العناية التي أعطاها لهذا المشروع الهام، والشكر موصول خاصة للسيد عامل إقليم العرائش الذي لا يدخر جهدا في تمكين المدينة من كل فرص التنمية، حيث واكب بشكل شخصي كل أطوار إنجاز هذا المركز الثقافي، والشكر أيضا لكل المهندسين والأطر الإدارية التي سهرت على إخراج هذا الصرح الثقافي للوجود.